قضية الشيخ، إذا تعدت الجنائز فهل الأجر واحد أم متعدد؟ وما الحكم إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت صلاة الجنازة وأنا أصلي راتبة الصلاة؟ الصلاة على الجنازة فيها فضل عظيم، فيها فضل عظيم، من صلى عليها فله قيراط، ومن شيعها وحضر دفنها فله قيراط آخر. الصلاة على الجنازة فيه فضل، والقيراط مثل الجبل العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وزنه مثل وزن الجبل العظيم، هذا فضل عظيم. يصلي المسلم على أخيه المسلم على جنازته أو على الجنائز إذا حضرت، وله بكل صلاة أجر، وله بكل صلاة قيراط من الأجر مثل الجبل العظيم عند الله سبحانه وتعالى مهما تعددت الجنائز.